اوكي حاليا 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 هنفتح اقوى باكج في لعبة بيس 2020 فيه اللي ميسي سي رونالدو اتش كي الحكومة كريم بنزيما. فمين اللي هيطلع من اللعيبة الاربعة دول؟ ان شاء الله يطلع منهم واحد من الاربعة. فيلا اول باكج يلا ها يلا ها ها اقوى باكج في لعبة بيس في اس. السلام عليكم معكم عبد العمين ورجعنا كتير في سلسلة تفتيح باكجات لعبة بيس 2020. والنهاردة تقريبا عندنا اقوى باكج في لعبة بيس 2020 ماي كلاب. نزل لحد دلوقتي اقوى باكج موجود عندنا قبله. عندنا باكجات الدوري الفرنسي، تشكيلة الدوري الفرنسي نزلت، عندنا تشكيلة الدوري الانجليزي نزلت، عندنا باكجات اقوى باكج موجود في اللعبة او اقوى باكج نزل في اللعبة. عشان فيه زي ما انتم شايفين حالا في كريم الحكومة بنزيما أسد بنزيما 95 الحكومة 95 الحكومة 95 باكج أسطوري جدا. وهيطلع لنا إن شاء الله الحكومة بنزيما. مش عارف في مين تاني موجود في الباكج. عندنا بين لاعب اسمه في لاعب اسمه في الباكج اسمه اللي مس ولاعب اسمه سيرون رونالدو وفي لاعب اسمه اتش كي اين ما اعرفش. انا اعرف بس الحكومه بنزيما. الحكومه بنزيما ان شاء الله هيطلع لنا ان شاء الله في الباكج ده. عندنا برضه باكجات الدوري الفرنسي، باكجات تشكيله الدوري الفرنسي، وباكجات تشكيله الدوري الانجليزي. ويا شباب الدعم على الحلقة اللي فاتت، كان اسطوري جدا. الدعم على الحلقة اللي فاتت في سلسلة تفتيح الباكجات كان اسطوري جدا. فهل هنقدر نخلي الدعم ده قوي؟ هنشوف ان شاء الله. عشان لو الدعم قوي هنزل الاسبوع الجاي ان شاء الله. فكان في تفتيح باكجات لباكجات الاساطير، كان في تفتيح باكجات لباكجات الاساطير. فهترجعوا على طول لعبده من الماضي. فاوكي شجعوا برضه عبده من الماضي لانه كان اسطوري. حبيبي كل مره بتقدمني من المستقبل حاجه محدش عملها قبل كده. محدش بيقدم حد من المستقبل غيرك. لكن عندنا دلوقتي في الماضي باكج الاساطير. باكج الاساطير اللي حظي فيه ما زال سيء جدا. حظي في باكج الاساطير سيء جدا. لكن النهارده هيكون الحظ حلو. انا هفتح 6 باكجات، هيكون في 3 باكجات مجانيه، 3 باكجات مش مجانيه او بفلوس، 3 باكجات بفلوس، 3 باكجات مجانيه اللي هو هناخدهم حالا. انا هاخد 3 باكجات ليجندز مجانيه باكج اساطير. اوكي يلا بسرعه عشان نفتح الباكج الاسطوري اللي فيه اقوى باكج موجود في اللعبه. هنفتح دلوقتي باكج الاساطير. عندنا مين؟ عندنا انيستا. ان شاء الله يطلع لنا، ان شاء الله يدوني انيستا الاسباني لا رخ. ان شاء الله يطلع لنا النهارده، ان شاء الله انيستا يطلع لنا. لو ما طلعناش انيستا يطلع لنا الفرنسي باتريك فيرا اسطوره ارسنال. ان شاء الله برضه يطلع لنا باتريك فيرا. ان شاء الله واحد عملاق جدا في لعبه. لو طلع لك يبقى انت محظوظ جدا. برضه عندنا الروت خولت. الثلاثه دول بس هم اللي عايزهم يطلعوا لي ان شاء الله. هو الثلاثه دول بس، هولندا فرنسا اسبانيا. فيلا على طول نفتح. اوكي عندنا 3 باكجات مجانيه وعندنا 3 باكجات بفلوس. فنفتح اول باكج مجاني. اوكي يلا اول باكج مجاني ان شاء الله يطلع لنا واحد من الثلاثه انيستا روت خولت. حرام عليك يا عم. فين الباكج المجاني الوحش ده يا عم؟ ولا مره يطلع منه حاجه عدله. هالكمين بس يا عم. اوكي الباكج اللي بعده انا حاسس فيه هيطلع منه اسطوره من الثلاثه اللي انا قايل عليهم. اوكي يلا الباكج اللي بعده بفلوس هيطلع منه حالا انيستا. يلا ها اوكي في ايه يعني اللي حصل دلوقتي؟ ام رابط عايز ايه؟ اوكي خلينا نفتح الباكج اللي بعده المجاني. شكل الحظ هيكون وحش. يا رب الحظ ما يكونش وحش في الباكج بتاع الباكج القوي. يلا يا عم. وفي ايه؟ ايه البلد دي؟ والله ما حد يعرفها. ايه ده؟ مين ده؟ عامل بيه ايه؟ حظ لحد دلوقتي اول ثلاث باكجات الحظ كده. امال لو فتحنا الباكج اللي بمنزيما. اوكي يلا الباكج التاني بفلوس. يلا ده في حد. اوكي باتريك فيرا، توني نيستا، روت خولت. ان شاء الله باتريك فيرا، ادوني انيستا، روت خولت، باتريك.
اوكي هنفتح باكجين، هما باكجين خلاص من الباكجات الاساطير، وهنروح نفتح الباكجات الثانيه. يلا اخر باكجين، باكجات الاساطير هلا. يلا اخر باكج، لو طلع حد نفتح واحد بعده، انا لو طلع حد نفتح واحد بعده. تعال اوكي يلا. دودو اسطوره كده. حد انا دودو اسطوره. هنفتح اللي بعده. يلا اخر باكج باكج الاساطير. هيطلعنا حالا نروح فولد سونينيستا. باتريك فيرا سونينيستا، نروح فولد باتريك فيرا. يلا لا خلاص ارجع لعبده من المستقبل، روح لعبده عالم من المستقبل عشان عبده من الماضي حظه وحش ومتعصب حاله. خلاص ارجع لعبده عالم من المستقبل عشان تشوف حظنا في الباكجات اللي هيكون فيها كريم الحكومه بنزيما. يلا روح على طول، يلا عبده خش. ان شاء الله الحظ ما يكونش وحش دلوقتي، اللي هو المستقبل ان شاء الله ما يكونش الحظ فيه وحش. عندنا باكجات الدوري الانجليزي، عندنا باكجات الدوري الفرنسي، وعندنا باكجات اللي هي فيها الحكومه بنزيما. خلينا نشوف باكجات الدوري الفرنسي فيها مين. عندنا كيليان امبابي 94، الحارس ده لا مش عايزه، حسام عوار 90 ان شاء الله يجي لنا. لا مش عايز ده. ماشي سانشيز ماشي. لا كل ده مش عايزه ان شاء الله يجي لنا. امبابي او حسام عوار. يلا امبابي او حسام عوار. اول حارس ده ماشي، الحارس ده برضو صغير وهيتطور معانا، ممكن يوصل اللي مش عارف كام، لكن الحارس ده يتطور جامد. فامبابي او حسام عوار ان شاء الله. فاوكي عندنا باكجات الدوري الانجليزي. فيها لعيبه جامده جدا. للاسف في لعيب واحد مش موجود، انا كنت عايزه يبقى موجود لكن مش موجود، لكن مش مهم. عندنا اجويرو، سيرخو اجويرو من مانشستر سيتي الارجنتيني، موجود 96. فيرجيل فان دايك 95، هيونج مين سون 94، انجولو كانتي برضه 94. كل اللي فوقهم عايزه يطلعوا لي لحد دلوقتي. لينو لا مش عايزه يطلع لي. برونو فرنانديز ماشي. لا مش عايزه. ياري مينا لا ايه ده، ما تراولي ماشي. فل في نصهم ده. لا لينو بس. يعني 1 2 3 4 5 مش عايزهم من 11 لاعب. ليتس جو، خلينا نبدا على طول تفتيح الباكجات. ودونا تقريبا هديه. خلينا نشوف ادونا كام. 100 كوين 300 يا عم، زي المره اللي فاتت. يا عم انت بقيت بخيل ليه؟ اوكي خلينا نفتح الباكجات. اول باكج هيكون باكج من الدوري الفرنسي، فلا يطلع حالا كيليان امبابي. خلينا نشوف، مش عارف ليه نيمار ما نزلش، بس اوكي يلا. من الدوري الفرنسي كيليان امبابي الرقم 7 باريس سان جيرمان. لا سيمي سانشيز لا حتى مش فاهم هو اضعف واحد، جابوا لي اضعف واحد، لكن مش عارف عنده 17 سنه ممكن يتطور، معرفش. بس انا كنت عايز برضه كيليان امبابي. عادي ان شاء الله الحظ هيطول، ان شاء الله الحظ من المره دي مش هيكون وحش زي الماضي، لا المستقبل ان شاء الله الحظ هيكون في حلو، مستقبل مشرق. هنفتح باكج من باكجات الدوري الانجليزي. يلا في لعيبه كتيره موجوده. يلا مين اللي هيطلع منهم؟ في لعيبه كتيره موجوده في الدوري الانجليزي، مين اللي هيطلع منهم؟ هات فيرجيل فان دايك، الاجويرو، راح انجولو كانتي. اوكي الرقم 10 من مانشستر سيتي سيرخو اجويرو على طول يطلع الصعيد. اجويرو 6 احسن واحد في التشكيلة على طول يطلع. ليتس جو سيرخو اجويرو. اوكي هنفتح كام باكج من باكجات الدوري الفرنسي؟ تقريبا نفتح من اربع باكجات من الدوري الفرنسي عشان ما فيهاش لعيبه كتيره. يلا امبابي بس خلاص، امبابي وخلاص. تعيد حسام عوار او امبابي، حسام عوار. اوكي عنده 20 سنه برضه وطاقته 90، معرفش. انا حاسس انه حلو فيعني مش زعلان، حلو جدا برضه ماشي تمام عادي. يلا كمان باكجات الدوري الانجليزي، وهنخلي باكجات اللي هو اقوى باكج فيه بيس كلها نخليه في الاخر خالص. فيلا يلا ربي واحد بس يا رب، اللعيبه اللي انا مش عايزها ما تطلعش. يلا فيرجيل فان دايك المره دي. اوكي كده فتحنا باكجين من باكجات الدوري الانجليزي وباكجين من باكجات الدوري الفرنسي. يلا ثالث باكج من باكجات الدوري الفرنسي. يلا
يلا كيلي امبابي بقى، كيلي امبابي بقى. ها امبابي، امبابي رقم 7 من باريس سان جيرمان الصغير امبابي. لكن لا مش امبابي، لكن واحد كنت عايز البرتغالي، البرتغالي هو بقى. اوكي سانشيز حلو جدا سانشيز، والله مش وحش حلو جدا. اوكي ما معلش لعبه من اللي انا مش عايزها بقى. يلا ها ها مين ها اوكي هو الوحش، هو الوحش الفرج الفاندا، ليتس جو فيرجي فان دايك على طول. طلعنا اجوار وطلع فيرجي فان دايك، يا ساتر اقوى نسخه من الوحش فيرجي فان دايك على طول دلوقتي ناخدها. يلا خلينا نفتح اخر باكج، تقريبا اخر باكج من باكجات الدوري الفرنسي. يلا ان شاء الله يطلع لنا واحد حلو، يلا ها يلا بابي، اخر باكج من باكجات الدوري الفرنسي، اخر باكج من باكجات الدوري الفرنسي. يلا تقوليش نفس اللاعب اللي كان قايل لي من هو نفسه المدافع. اوكي حاليا هنفتح اقوى باكج في لعبة بيس 2020 اللي فيه اللي ميسي، سي رونالدو، اتش كي، الحكومة، كريم بنزيما. فمين اللي هيطلع من اللعيبة الاربعة دول؟ ان شاء الله يطلع منهم واحد من الاربعة. فيلا اول باكج، يلا اقوى باكج في لعبة بيس 2020 اللي ممكن يطلع منه. يلا لا 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 ذنب عظيم يا رب، حرام عليك يا عم. اللي قدام تركيا عامل ايه؟ ليه تركيا عندك اربعه جامدين منهم الحكومه، بنزيما راح تطلع لي ده. اوكي خلينا نفتح باكج من باكجات الدوري الانجليزي بقى المره دي. يلا باكج من باكجات الدوري الانجليزي، وباكج من باكجات اقوى باكج في لعبه بيس 2020. يلا اللي ممكن يطلع كيلي الدوري الانجليزي، بس كيلي اللي ممكن يطلع. يلا هو من ولفرهامبتون رقم 37 دبابة وسريع في نفس الوقت، عدم الثوري الاسباني من لاروخا. ليتس جو حلو والله، حلو جدا. عدم الثوري سرعته تقريبا 99، محدش يقدر يجيبه. اوكي دلوقتي حاليا تاني باكج من باكجات اقوى باكج في لعبة بيس 2020، بس لازم طلع لنا لاعب من تركيا. مش عايز يطلع تاني بقى، خلاص ما يطلعش تاني دلوقتي. حالا يطلع اللاعب اللي هو طاقم 98، واللاعب اللي هو طاقم 97، واللاعب اللي هو 96، والحكومة بنزيما. يلا على اسبانيا، انجلترا، ما فيش حد في انجلترا. هاري كين ايوه الفرخة التوتنهامية الإنجليزية، هاري كين الفرق على طول يخش النادي. اوكي على هذا طلع اللاعب من اللعيبة الأقوياء. اوكي نفتح آخر باكج، من باكجات الدوري الإنجليزي. إن شاء الله يطلعنا منها نقولوا كانتي، يونج من سون، كان في مين تاني؟ يونج من سون ونقولوا كانتي. يلا يونج من سون ونقولوا كانتي. يلا ربي ما فيش لاعب يتسرع، والله لو تريزيجيه بداله، لو محمود تريزيجيه بداله كنت هفرح، لو تريزيجيه كان بداله ماشي. دلوقتي عايز بقى اللاعب اللي هو اللي فوق، الاثنين اللي فوق دمت ان شاء الله يطلعهم، اللي هو ده 98 واللي هو ده 97. الحكومه بنزيما، اكيد الحكومه بنزيما. لكن خلينا نفتح اخر باكج من باكجات الدوري الفرنسي. انا عارف ان قلت فيه اخر باكج، لكن خلينا نفتح واحد. انا حاسس لو فتحنا على هيطلع لنا كيليان امبابي 94 او حسام عوار. يلا اخر باكج من باكجات الدوري الفرنسي. يلا كيليان امبابي يا ريتني ما فتحت. حاليا اخر باكج من الباكجات اللي فيها اقوى باكج في لعبه بيس 2020 هيلا يطلع لنا بدون كريستيانو رونالدو، هيطلع لنا ميسي، هيطلع لنا حكومه بنزيما. حاليا نشوف يلا ان شاء الله ما يروحش غير عن الدوري الاسباني والدوري الايطالي. الدوري الاسباني والدوري الايطالي. اوكي الايطالي التورنادو كريستيانو. لا.
لكن لو انتوا عايزين نكمل تنزيل تفتيح الباكجات وننزل منها كل اسبوع ان شاء الله تكون دي اخر حلقه. ان شاء الله ما تكونش دي اخر حلقه. اضغطوا زر لايك ولو انت مش مشترك في القناه اشترك بعد الانتمات عشان توصلك كل فيديو على طول. وبس الفيديو الجاي كان معكم عبدو و سلام.